النهارده ده يوم من في اطار جولات التنسيقيه الخاصه بالحوار الوطني وتعريف الناس بالحوار الوطني. يمكن طلبه الجامعات بالنسبه لنا ليهم اهميه خاصه لان هم المستقبل اولا وهم اكتر ناس مستهدفين من وسائل التواصل الاجتماعي. شفنا كلنا النهارده قد ايه وسائل التواصل الاجتماعي مأثره عليهم، عندهم معلومات غلط. بس كان اكتر حاجه بسطتني ان هم كانوا محتاجين يعرفوا اكتر، وكانوا محتاجين يفهموا اكتر، وكانوا محتاجين يسمعوا. سالوا اسئله محترمه جدا وكلها اسئله تخصنا وتخص بلدنا. بنتكلم عن الحوار الوطني بين الشباب والهيئات المجتمعيه في الفتره اللي جايه، ازاي المشكلات اللي بتقابلها الشباب وازاي نقدم لها معالجه، من فرص عمل لتعليم لصحه لزراعه.